معالي السفير، عايز اعرف رأي حضرتك في صفقة القرن اللي هي المفروض هيتم الإعلان عنها في ذكرى النكبة الفلسطينية. هنالك محاولات أمريكية لتجاوز الدور العربي والاحتياجات العربية والمتطلبات العربية والحقوق العربية وخاصة الحقوق الفلسطينية من خلال طرح أفكار خاصة بالمصلحة الأمريكية ليطبقوها في المنطقة، ولكن ليس بالشرط أنه إحنا نقبلها، نحن نرفضها حتى، وليس فقط ليس بالشرط، نحن نرفض هذه الشروط الأمريكية التي تلبي احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية وتلبي احتياجات دولة الاحتلال الإسرائيلي. علينا أن نعمل ضد هذه الأفكار وأن نتمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والحقوق العربية في المنطقة العربية وفي فلسطين. القدس هي قدس لفلسطين ولكل العرب، المسجد الأقصى فلسطين ولكل العرب والمسلمين، الكنيسة القيامة هي لنا نحن الفلسطينيون وهي لكل المسيحيين والعرب في كل العالم، وبالتالي لا يجب أن نقبل بما يطرح الأمريكان ويجب أن نتمسك بحقوقنا. هل حضرتك عندك معلومة عن ملامح الصفقة هتكون إيه، وإيه رأيك في الإشاعات اللي بتصدرها الصحف الإسرائيلية إن هيكون في مفروض توطين للفلسطينيين في الأردن؟ لم يعد هنالك كلام انه يعني عندك معلومه ما عندكش معلومه، عرضوا عليك الصفقه ما عرضوش عليك الصفقه. يتحدث الامريكان والاسرائيليون بشكل علني عبر وسائل الاعلام ويتحدثوا عن ملامح هذه الصفقه. بالنسبه لنا من اول ما اعلن يوم 6/12/2017 ان القدس قدمها هدية ترامب لإسرائيل، أصبحت بالنسبة لنا الخطة الأمريكية، اسمها صفقة، اسمها اتفاق، اسمها رغبة، اسمها إرادة أمريكية، هذا كله بالنسبة لنا لم يعد مقبولا. القدس لنا نحن الفلسطينيون العرب بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية هي لنا نحن العرب الفلسطين، وبالتالي ترهات دونالد ترامب التي يتبنى فيها الإرادة الإسرائيلية غير مقبولة بالنسبة لنا. قصة توطين الفلسطينيين وغير توطين بالنسبة لنا نحن عشرات السنين وأهلنا وأجدودنا ربونا على أن فلسطين شكلها كذا وحدودها من اليمين ومن اليسار ومن الشمال ومن الجنوب، هذه حدودها لا نقبل إلا بها، أي أراضي عربية أخرى هي لأهلها ولأصحابها، لا نقبل أن نكون فيها إلا ضيوف وأشقاء لأهل البلد الأصليين، إنما تبادل أراضي توطين غيره لا نقبل بغير فلسطين إلى يوم الدين.